رام الله مع مراسلة القاهرة الإخبارية هناك الزميلة ولاء السلامين. ولاء، كيف تبدو الأوضاع الآن لديك؟ نعم، الأوضاع الآن في مدينة رام الله لربما الكثير من الحزن الشديد على أرواح في قطاع غزة، ونتحدث أيضا عن مسيرات كانت قد جابت شوارع مدينة رام الله، ونتحدث بهذا الشأن عندما نتحدث عن المسيرات التي جاءت في الانتهاكات الإسرائيلية وارتقاء الشهداء والجريمة البشعة التي تقوم بها قوات الاحتلال بين الحين والآخر، والعدوان السافر منذ يوم أمس لغاية الآن وإطلاق الصواريخ باتجاه المدنيين العزل في قطاع غزة وارتقاء الشهداء. هذا ما حدث في مدينة رام الله، ولربما الساعات القادمة سنشهد يعني الكثير من المسيرات لربما في ساعات متأخرة من الليل لتنديد بما حصل من جرائم في قطاع غزة لحصيلة العدوان الإسرائيلي منذ يوم أمس ولغاية الآن. كيف تستعد رام الله لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن العملية لم تنتهي بعد؟ هل هناك استعدادات من نوع خاص لمثل هذه المواجهات أو لمواجهات محتملة بعد هذا التصريح؟ يعني التصريحات التي قام بها وزير جيش الاحتلال وأيضا رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، هذا يؤكد بأن العملية مستمرة دون وجود أي هدوء في المنطقة، سواء من قبل الاحتلال الإسرائيلي وأيضا من قبل المقاومة الإسرائيلية. ما شفناه من رشقات صاروخية من قبل المقاومة على داخل إسرائيل وأيضا على من قبل فصائل المقاومة، هذا يعني لا يوجد لغاية الآن ما نتحدث عنه عن تهدئة. التصريحات التي قال أنها المعركة لم تنتهي بعد، وأن الأهداف التي يريدون الحصول عليها حصلوا عليها في بداية هذا العدوان، ولكن لربما يوجد أهداف أخرى يتحدث عنها بنيامين نتنياهو ورئيس جيش الاحتلال في اللحظات القادمة. يمكن أن نشهد قصف إسرائيلي مكثف في الجولات القادمة، وعندما تحدث أيضا بنيامين نتنياهو بأن المعركة مستمرة، وعندما قال لا يوجد هناك تهدئة ولا يوجد أي هناك التوصل إلى تهدئة، هذا يعني أن القصف مستمر، الأهداف التي يتحدث عنها هي مستمرة، ولكن الأهداف التي يعني يقول أنها هي يعني أخذ هذه الأهداف هي فقط مدنيين، ارتقاء أكثر من 20 مواطن فلسطيني من قطاع غزة. هذه الأهداف التي يتحدث عنها بنيامين نتنياهو هي أهداف ومواطنين، هي مواطنين عزل لعائلات، وليس هناك ما يشير بأن هؤلاء قادة، سوى الثلاث قادة التي كان هناك اغتيال وسبب اشتعال فتيل النار في قطاع غزة. أشكرك مراسلة القاهرة الإخبارية في رام الله الزميلة ولاء السلامين، شكرا جزيلا لك على هذه الإضافات.